أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر الشيخ أن من الإيمان الإيمان بالشرائع كلها، ومعلوم يا شيخنا أنه في هذه الأزمنة توجد ديانات استحدثت من البشر وليست من الله جل وعلا، فيأتي بعض من المسلمين فيقول لا فرق بين هذه الديانات ولا يجب الإنكار عليهم، يقول إن هذا من حرية الاعتقاد، فهل هذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟ هذا هو الكفر الصريح والعياذ بالله. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه شريعة إلا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيه دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خرج عن شريعة الإسلام أو لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين الذين لا يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم كفار، والذي يعمل بغير شريعة الرسول كافر. نعم، لأن الشرائع نسخت، والعمل إنما يجب بالشرع الناسخ ولا يجوز العمل بالشرع المنسوخ. لكن نحن نؤمن بهذه الشرائع في وقتها، نؤمن بها أنها صالحة في وقتها، أما بعد مجيء الإسلام انتهت هذه الشرائع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.